7, Riyad Boudinar. الحلقة نحب نتوجه بالشكر لمريم بالقاضي محمد بوغليب شكيب درويش مايا القصوري لطفي العمالي وسونيا الدهماني ونحب نتوجه بالشكر زادة لسعيدة طرابلسي وأصيلة بالغيث وأمير المعموري اللي ساكن تلاوت ريح على غالب اللي كيف مثلا بو بيع وجرى راهو ديكتاتورية الأغلبية مخترة على الآخر، خليوا العباد تتكلم حتى كان رأيهم مخالف، رأي حرية التعبير مش معناتها وأني نعبر كيفك أنت حرية التعبير وأنك تقبل وأني أنا نعبر بطريقة مغايرة ومخالفة تماما على الطريقة نتاعك، وهذاك ما فيه كان منفعة لك أنت، أما قناعاتك باش تترسخ وباش تولي أنت مقتنع أكثر بالحاجات اللي مقتنع بها، وإلا يمكن نعطيك وجهة نظر أخرى تعاونك باش تبدل شوية وجهة النظر نتاعك على سبيل المثال. وراهو ديكتاتورية الأغلبية مخترة على الآخر، فما دي جينوسيد معناتها مليون توتسي قتلهم ليوتو جروا ديكتاتورية الأغلبية وهذا في التسعينات لهنا والأمثلة في التاريخ لا تحصى ولا تعد. بالله راهو التحية هذه ما فيها حتى أدنى ربع استفزاز، هي بركة دعوة يا أولادي كالما كالما، ورانا حتى إحنا كيفكم أنتوما ما نحبوا كان اللي فيه الخير لتونس. ضيوفي الليلة أمين قارج، جوليا شواشي، الفنان حسين عمارة، والممثلة منال عبد القوي. نشوفوا شنو اللي سنة فيكم الليلة. أنا أجوتيتو في الفيسبوك صدقت عندك دور ليا متاع اغراء هادف. انت متهم بالتفاهه بالسطحيه بالانحطاط بالمساطه بالرداءة بالابتذال الكارثه والتالي بوبال. يوسف الشاهد يمشي العراف، هو قال اي العهده على من روى. حسيت غدره، هي بالرسمي غدره، معناتها حسيت لي صاحب غدر بصاحبه. أورام من الآخر اضطروا إنهم يقصوا لي الأورام هذوك. مش كل ماذا بك ياكلها كمان؟ زبيدي. حنا سكوب، شنو هو اللي صار بينك وما بين سي عبد الكريم زبيدي؟ توا في السجن بقى ولدي بالدواء توا. من القهر يا سامي. توا ولدي بالدواء. دخلت في ديبرسيون كبيرة برشا ما خليتنيش نعاود نرجع كيما بديت. ما رجعت في تونس في برشا مشاكل. الإخلاص يبطى وساعات ما تخلصش. دونك تخدم عرس خير. يا ربي ما تخليهاش بي، يا ربي النباره برشا. سعيد باستقبال جوليا شواشي. سامي شفتك كبرت بركة فيك. ضحيت القصة تبدلت. اسمعني 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 من فضلك، موضوع السنتوعة موضوع حساس كلف لي غالي. من فضلك من فضلك من فضلك ما نجبدوش السنتوعة. تبارك الله عليك كبرت، كنت صغرونا بكل، كنت صغرونا صغرونا في الفيديو هذايا ترى نشوفوها. تدري لي تزعل علي بعشقك وعموت فيك، ينكسر خاطر بدوني ينكسر قلبي وديك. تدري ليه تزعل عليك بعشقك وعموت فيك، ينكسر خاطر بدوني ينكسر قلبي وديك. اسمعي هنا مع زميلنا حاتم احمارة، بربي تو ضربت في مخي حاجه يا اخي. وقت اللي سي عدنان غنى احكي لي عليها يا بابا، انت قديش عمرك وقتها؟ انا مازلت ما غرتش. انت مازلت ما فماش باش نقول لك غرت ولا ما غرتش ولا غرت وقت اللي عملت الغبخيز وما حبش يخليني نغنيها، اما سينو ما غرتش. عمل الغبخيز تغششت عليها؟ اي ولا تغششت وقت عام باكي ظهر لي ولا قبل بعام. المخاطر كبرت يمكن تلقاها. اي بدات. معناتها خاطر لازم واحد 10 سنين هكاك واحد. باهي.
ما عادش في مصر خليناك في مصر وليت في دبي. وي. ومش لأسباب معناتها مش لأسباب فنية باغامون دخلت تخدم فيش تو؟ الأسباب فنية ومهنية. دخلت نخدم فيت من المرج يا سامي من المرج ما مرجتني أخدم 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 أخدم. وتو واش تخدم في دبي؟ دخلت نخدم في جروب كبير في يعني جروب معروف على الاخر في الخليج. دخلت نخدم في دومين تاعي دومين فينانس واي تي بالدبلوم تاعي بزنس سكول دونك باش نقص على روحي المرج والستريس دونك قلت لك هاو جو كوب كور مش جو كوب كور للتمثيل لما نعمل دو شوز او ميم طون حاولت نعمل في مصر مي في مصر سيتي با بوسيبل وجيت نخمم اون بلوس اقامه في الامارات خليني نمشي لمصر يعني انا بورت كيل انستون دونك مش بيجيني مشاكل في الفيزا ولا فهمت؟ بالحق الحكايه اللي كذبت على عارفك باش تنجم تمثل شكون قالها لك هذي؟ هادي زعيم ما عارفه مش انا غلط ولا بوغوس عارفها يشبه الجوال ما انا مش بوغوس شفتو قالت لي لا بوغوس جوال محلاه عارفك بوغوس؟ عارفه انجليزي اسمعني تحب نعطيك سؤال معبي بالسوء النية هك فبني ولا ليه كله سوء نية أما تظهروا قرب برشا لبعضكم أنت وعادكم إيه فوق العبيد ورانا أنجليزي ما عندوش نفس ال... ما عندوش نفس المونتاليتي تاع العرب إيه بالحق ولا كذبت عليه إن شاء الله حتى حد ما يترجم له الانترفيو دونك فهمت جيتي أوبليجي ودونك شعرنا في التمثيل زلت ممثل هاني جيت باش نمثل انا عندي لون ميتراج نصور فيه مع دونك مع قيس صغير ومع باش يكون فما جروب كبير نتاع دي كوميديان توينسا باش تكون مع صديقي انا قيس صغير معناتها قيس صغير صح يسلم عليك دايوغ يعيشك يسلم باش يعمل فيلم قيس والله لا في بالي هاكا نعطيتك خلينا نعملوا برومو شو اسمه الفيلم؟ لي مازال ما فماش اسم مازال ما اختارولوش اسم ولكن سيت اون كوميدي دراما ميكس ميكس فوالا دونك الغول عجبني برشا وهذاك علاش خديت كونجي باش نصورو قداش من نهار تورناج عندك؟ معناتها كونجي كبير ولا كونجي؟ لا مش كبير كنت باش نسافر نعاود نرجع من بعد قعدت لمولي لايامات في تصريح ليك للخليج 365 بتاريخ 4 سبتمبر 2019 قلت تركيزي هذا العام سيكون على الخليج ولبنان، ما عادش فما فرصة نتاع خدمة في مصر. أنا قلت ما عادش فما فرصة في مصر. أي. لا ما قلتش هكا، قلت تركيزي باش يكون على الخليج ولبنان، أما ما قلتش ما مش ما فماش بالعكس يعني بالعكس. أنا في الأوف سيزون جاوني برشا حاجات في مصر ولكن قررت أنه نبدل الوجهة خاطر من عم ناول يعني تجيني دي زوفر باش نحكي بالخليج باش نمثل في مسلسلات خليج وسوق الخليج كبير برشا. أي. ويخلصوا برشا فلوس دونك بيسكو دونك عليك ليه معناتها فوالا دونك بيسكو انا نحكي بالامارات ونحكي يعني اللهجات الكل نتاعهم يعني علاش ليه معناتها معناتها برشا فلوس وبرشا اقتراحات وبرشا اي ما مش ما خليتش مصر معناها هنا عندي حاجه في مصر اما تخدم معناتها اي عندي عملت ببليسيتي لحاجه كبيره برشا معناها حاجه تبع الشعر وعندي حاجه ان شاء الله نصور فيها نبدا دون 3 سمان كي نرجع من تونس اي فوالا دونك غادي سي فاسيل دو فيغ لي دو اما في مصر سيتي با فاسيل يعني باش اني نخدم نلقى خدمه وفي الدومين وكيما انا نحب وميم طون نمثل يعني في مصر يا نقعد حياتي كل نمثل يا لا في دبي سي با لا ميم شوز وضعيه مريحه جدا وانه تكون عندك خدمه مستقره معناتها تخدم دون لا فينونس في دبي شو ما نحبش نكذب عليك ونقول لك كلام افلام مسلسلات راهو وتلفزه انا ما حبيتش نخدم مي بور فيغ بليزيغ لماما ولا خويتي مش بليزيغ سامحني باش تكون عندك استقلاليه ماديه وراهضه وكذا معناتها لا والله خاطر التمثيل ينجم معناتها تنجم تعيش كان بالتمثيل اي الحمد لله الحمد لله فهمتك دونك مش على هذيك خاطر بالحق ان سيغتان ماما جيت نخمم قلت ماما عندها الحق قالت لي انا قريتك وصلت وديبلومك بالكدا ودرا شنو اللي سي بيلوت في الاخر ما تخدمش جيت نحسب فيها اون بليس الخدمه باش تجيب لي اقامه في الخليج بيلوت بيلوت ارينا كيفاش طيارات سيدي ريت كيفاش ريت كيفاش وكان صدقني ربي انا خليته في وقتي انا خاطر انا راجل كبير اللي سي بيلوت ارينا كان يقريو بالانجليز لا لا ما عادش نحاوها لا 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 انا كانوا يقريو بالانجليز الدنيا تبدلت اي بالحق كانوا يقريو مات بالانجليز الدنيا تبدلت انت اكبر مني برشا سامي عاك ما لا تعرفش كيفاش سي عدنان الشواشي بالك ما خذاكش تغني معاه في الريبريز نتاع احكي لي عليها يا بابا على خاطر صوتك خايب لا خاطر ما حبنيش نغني اسمعني باش نبداو سور من الحكايه باش نعملوا تيست الصوت جوليا شواشي تقول لك شادية جوليا تشبه شوية الشادية هكا حاولنا دونك كل مرة باش تغني المغني تدخل فيس على الكابين دي سياج
تبدل حوايجك غاديكا وتخرج. تو باش نبداو بشادية كيما تفهمنا. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، وعدو مكتوب لي احبك. سلام على حبي وحبك، وعدو مكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك، وعدو مكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك يا حبيبي. ما بنامش الليل من حبك، اعذرني لاني بحبك، ما بنامش الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب يا حبك. يا سلام على حبي وحبك. مخوة سعدي هي تكره في الفيلم رم ها؟ هي في الفيلم تكره هذيك بالحق، وتقول له يا سلام على حبي وحبك. ها؟ رجع تكلم في البلادور، تتكلم في البلادور. اي هي نورمالمون تكره في الفيلم. وانت تكرهني؟ لا علاش نكرهك؟ قل لي قل لي نحبك. نحبك سامي. باهي ادخل ادخل كابين فيسا فيسا، وباش تبدل حوايجك، تبدل بيروك جوليا جيرين، ونورمالمون باش نربح شويه وقت مادام هي قاعده تبدل. وبالسياسة بالسياسة باش نقول لكم بعد شادية وجوليا الشواشي عنا جوليا واحدة أخرى. شنو هي جوليا الأخرى اللي تعرفوها أنتم؟ جوليا بطرس. توا نحب نفرج في المعجزة باش تدخل، معناتها جوليا بطرس وباش تخرج والكفول. ما نعرفش بنا معجزة. تفضل تفضل مادموزيل. ما نعرفش بنا معجزة باش تخرج والكفولي الروبة. اي قد خرج بدون الروبة باش نشوفوا توا جوليا شواشي فيرسيون وائل كفوري. سألوني 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 أنا شو مغير فيه؟ صوتي وشي يما شفوني أو نظرة عيني. سألوني 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 أنا شو مغير فيي؟ صوتي وشي يما شفوني أو نظرة عيني. أنا فيلا ما تغير شي، قلبي عاشق هيدا الشي.
انا بكل تواضع جو دي برافو وانا غلط ولا كنقول معناتها انا احسن واحده جابتها ساعه الكل الكل جابتهم ساعه جوليا شواشي جوليا جي اون بوتيت سوربريز اللي كنتي مفاجاه صغيره تتمثل في نيميرو مع جوليا شواشي
عملت امبيل وانت صغيره ولا ايه؟ عملت امبيل بالواحد انا هذيك بالصابون. ما كنت نخاف من الامبوله النورمال ديما خاطر ترشقت في وجهي وانا صغيره، قعدت معقده منها حياتي كل. والله بالحق الامبوله الامبوله بالحق، والله مش تقنيس، والله بالحق نخاف منها بالحق. الامبوله الامبوله شبيك تقول لي؟ ما عندكش حاجه تخاف منها انت؟ صابون؟ ليه مش صابون؟ الامبوله امبوله. اه الامبوله ترشقت في وجهي قعدت تروماتيزي من الامبيل. هذا يجي موضوع تاع حكايه تونسيه، ترس الامبوله ترشقت في وجهي. والله بالحق مش نفادلك بالحق، حتى ولاد خويا يعرفوا معناها بجنبي ما يلعبوش بالامبوله، نخاف معناها مش نمثل. ليش تخاف انت سيسيل؟ انا؟ ايه. ليش نخاف؟ ليش نخاف؟ والله سؤال منيش نخاف انا؟ الحق منيش تخاف؟ ما حطوليش الاجابه في الفيشات نتاعي، نورمالمون جي توت لي ريبونس. نورمالمون فريق الاعداد اللي حضر لي كل شيء هذا جو ديزولي ما حضروهاليش، مي باغ كونتخ قلت ولا ما قلتش عمري ما طلبت كاشيه في خدمتي وما خذيتوش. شكون كتب السؤال هذا؟ فريق الاعداد. قلت ولا ما قلتش؟ عمري ما طلبت كاشي في خدمتي وما خذيتوش. ليه ممكن يا سامي باش تقلب عليا العباد، مش قصدي هكاك، معناها الحمد لله ملي في أرب كاستينغ معناها من أول ما بديت نخدم نسمى روحي سابقة برشا عباد ممكن قبلي ولا حتى في عمري، يعني ممكن لي كاشي ما يتقارنوش. الكاشي نتاعي طاي يقول لك أوكي من غير الأجون يبيعوا يشري تاكسي الراس حتى شيء. قلت ولا ما قلتش؟ مانيش ضد أدوار الإغراء وما عنديش خطوط حمراء في التمثيل. قلت ذي ولا ما قلتش؟ نسأل فيك. ليه ما قلتش؟ الانترفيو اسمها قلت ولا ما قلتش؟ ما قلتش، دخلت بعدي قعدت نتفكر. ليلي ما قلتش، عمري ما قلت هكايا، ولكن ليلي عمري ما قلت حاجة كيما هكا. معناتها عندك مشاكل مع أدوار الإغراء؟ مش عندي مشاكل. لا معناتها تقبل وترفض حقك. مش حكيت نقبل وأنا نرفض، هو قلت لك سي ديزوريونتاسيون، كل واحد يختار الثنية اللي يحب. ما نجمش يختص في أدوار الإغراء، ما هو في الكارير نتاعك يا دكتور. إي نجم تعمل. تعرف اللي فما ممثلات وممثلين كبار ياسر. إي كيما هند رستم، كيما برشا ممثلين متخصصين في نحكي في الشرق. ترى كنت تقبل تعمل دور هند صبري في فيلم مذكرات مراهقة؟ ما نجمش نجيبك على السؤال كيما هكا خاطر هند صبري بالحق معناها. انسى هند صبري، نحكي على الدور جو بار دو بيرسوناج، مانيش نحكي على هند صبري. اي ما الدور هذاك كان جيت عطيته لاي عبد اخر ما كانش يتعامل بالطريقه هذيك. انسى انا المنتج ولا المخرج جاك لك انت مد لك السيناريو، انت تقبل ولا ترفض؟ كان جيت نقدو كيفها هي صح عليها، ما انا ما يواتينيش، انا اوت اوف كاست، اصلا ما يجينيش دور كيما كيكا خاطر وجهي ما يعطيش. انت مخرج وتعرف. يا حبيبتي انا بشوفك في الكاست يعني. انت شايفني والله دقي في الكاست يا قشطه. والله ما فرق اصلا. باهي تقبل تعمل دور ريم البنا في الفيلم الدواحه يا رجال عماري. الدواحه؟ مع ظفر العابدين. نسيت الدور الحقيقه، نفكر الدواحه، نفكر ظفر. تفكرتوا توا؟ فكرتوا. تقبل ولا لا؟ كيف ما يوتينيش، ما عنديش مؤهلات باش نعمل دور كيما هكاك وما نجم. شو هما المؤهلات اللي ناقصينك؟ ليه ما هي مؤهلات، اول مؤهل اللوداس اللي عندها والشجاعه بالحق، عندها كوراج كبير برشا، عندها جرأه كبيره برشا، ما نجم يعني نو ما نجمش. كنت تقبل تعمل دور منى شلبي في فيلم الساحر؟ كي شو انت تحكي تو تقول لي هند صبري وتقول لي منى شلبي، هذوما نجوم صف اول، معناها اي غول يعملوا فيه مش يعملوا فيه للاغراء ولا يعملوا فيه. يعني شوف انت يعني الرساله اللي تعديت من الفيلم هذا، شوف الفيلم كيفاش تعمل، شوف القصه كيفاش مبنيه، معناها مش جوست باش تخرج عريانه معناها ولا باش تعمل مشهد اغراء، مش اغراء للاغراء، اغراء هدف. ولكن انا ما يوتينيش. جاوبتك انت مع الاغراء الهدف؟ جاوبتك انا كي نتفرج في عبد بصحته يعني يعجبني. انت تنجم تعمل اغراء هدف؟ انا؟ لا ما يوتينيش. اسمع هنا ماكش باش تدخلني من باب تخرجني من الخوخ. احكي لي كيفاش قلت، خاطر هذه قلتها، اعيش قصه حب صعبه ومستحيله. كيفاش الصعب وكيفاش الاستحال؟ ساعة هذيك الانترفيو تسجل عليا معناها، وحتى حبيت نحي ما نجمتش خاطر. دونك تسجل عليك، تسجل عليك. جوليا في هذايا من باش نكبش راهو زايد مانيش بنكذب يعني، كون اي حد اي حد ينجم يكون صعب والمستحيل. علاش صعب وعلاش مستحيل؟ مستحيل على خاطر متجوز؟ لا لطف عليا ما نخرجش مع راجل معرس. مش طموحي. مسيحي. اه وي
به وهو ما عرفش وانا ما عرفتش بيريود ممكن شهر ما عرفتش خاطر هو اسمه هو اسمه عادي يعني كيفنا العبيد الكل وانا بالنسبه لي نجمش نقول لا مش لقب لاسمك لا ما نجمش امان والله بيقولوا يفوزي مش عارف الموزيكا نتاعو تغلط ولا ما تغلطش باش نقول باهي يكتبوا باهي ولا لا نقول اوكي لا عربي اسمه معناتها اي صحيت هذيك الفلسفه وانا اسمي جوليا دونك بالنسبه لي هنا مسيحيه وهو بالنسبه لي ما صدق الرب يلقى معناتها انت انت اللي خاطر هو اسمه عربي على الاخر انا غلطت وانت اسمك مش عربي بكل هو غلطني معناها زوز ويا حبيبي شهر كامل قعدتوا باش تفطنتوا ببعضكم معناتها والله العظيم صدفه يعني صدفه احكي لي نهار اللي فطنتوا ببعضكم كيفاش انا هو يعني ماهوش اكتف على الفيسبوك وعمري ما جوتيتو على الفيسبوك قابلنا قابلنا في ايفينمون هو من الميدان الفني معناتها لا 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 جمله بعد شهر حكيتو كذا وكذا فطنت بيه قبل كي اجوتيني كي اجوتيني في كي اجوتي كي بلوتو انا اجوتيتو في الفيسبوك صدقت صدقت فطنت بيه مسيحي مش تصدمت ما عرفتك اللي هكا عرفت يعني تأكدت اللي يعني امبوسيبل الحكايه امبوسيبل ما عندها مين باش توصل دونك شكون اللي ما كانش قابل انت ولا هو؟ مش حكايه هو ما كانش قابل ولا انا هي اصلا ما تجيش ما تجيش جمله معناها الحكايه دونك انا كي نخمم فيها لونتيرم هو كي يخمم فيها لونتيرم كيف كيف هو معناتها باللي بوبليكاسيون نتاعو على فيسبوك فهمت اللي هو مسيحي ايه باهي تصاورت وانت وقتها على البلاصه قررت اللي ما يجيش مش على البلاصه قررت ولكن انا ديما مخي يغلب قلبي معناها كلي قلت حكايه فارغه انا معروفه اصلا حتى العباد يعرفوني ما نضيعش وقتي معناها حاجه نعرفها ما عندها وين باش توصل ما نمشيش فيها معناها من الاول دونك كاو اون بو با توت افواغ فهمتك جوليا علاش تحب تعرس براجل كبير؟ ليه عاد مش هي مش تقولها كبير صخايبوها شايب في على عكاز مش كبير مش كبير قصدي ساعة سنة نقول لك سمي انا ملي في الليسي حتى صحابي يعرفوني شاهدين عليا يتفرجوا فيا توا عمري ما كان يعجبني طفل من الليسي قدي ولا اكبر مني بثلاثة اربع سنين ديما مثلا كنت نحب بروفي كنت نحب على خاطر نسلم عليه بربي سي عز الدين مقدم بروف فيزيك احلى بروف فيزيك في تونس والله والله كنت نتمنى بالحق والله نقول لك حاجه اي با اون 2012 انا جيت في اسمع اون 2012 جيت في فيونسي مرتو شافتني انا تقابلنا يعني احنا الاربعه سلمت عليها قالت لي انت اللي كنت تحب راجلي وانت صغيره قلت لها انا هي مرحبا بك دونك كلي بالحق ملي صغيره ملي صغيره يعجبوني مش على حاجه احنا نورمالمون عندنا ان جو اسمه فتاه احلامي معك انت باش يولي عجوز احلامي ليه مش عجوز عجوز احلامي باش نعديو لك جماعه كبار وقلنا شكون تختار دقيقه ترى الزوز الاولانيين غي شارجير والا خالد الصاوي صدق خالد الصاوي نصدق علاش ليه؟ نحب نمثل معاه ويعجبني يعني برشا وري شارجير ليه؟ يعجبني ولكن ابيض برشا شعره الكبرى ما تحب راجل كبير ما قلتلكش عزوز انا قلت لك كبير كبير, كبير شدد روحه ليه كبير معناتها ما تولد شعر وكيك انا وريشارجير معناتها ما تفهمنيش كبير نقصد معناها ما عبد ماتور ريشارجير اليميني كان جاي يعرف اللي باش ينهار ولا اليميني والله اليميني اللي بعده دونك خالد الصاوي والا بيان سور سلطان سليمان سلطان سليمان باهي خالد الصاوي سامحنا في بلاصتو شكون عندنا سلطان سليمان ولا توم هانك؟ توم هانك يسب الشبه العارفي دوك اوبليجي نقفف نقول توم هانك تشبه العارفك؟ على الاخر لا لا اسمع من غير تخفيفك وراك عارفك ما يفهمش بالمعناتها والله حاسه باش يترجموا توم هانكس توم هانكس باهي توم هانكس والا 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 هشام رستم استهلك تونسي ها؟ استهلك تونسي هشام رستم حلوه نستهلك تونسي اسمعني انت قلت نستهلك تونسي ويمكن هذا يتابع الحمله باش البنان يرخص وكذا يرخص وكذا وكذا اما انت قلت نستهلك تونسي اما انا نجم نسمح لروحي باش نفدلك مع هشام رستم على خاطر هو كيما خويا الكبير ونعرفه ما يتغشش مني ويعرف انا نموت عليه انت قلت نستهلك تونسي اما هشام رستم مش مستهلك شويه محلي ايه بالحق محلي باهي سي هشام فوتخ شارم اجي انكور باهي دونك نخليو هشام شي مرتو تتغشش علينا عادي شي مرتو تغش علينا هو راهو بيدو انت تحبهم كبار
هو بيدو يحبهم صغار يحب معناتها راهو معناتها الشيء يركب على بعضه منظم راهو معناتها ما نورمالمون منظمين باهي عن هشام رستم والا ميل جيبسون ولا هشام رستم سامحني تونسي يا ما ميل جيبسون سامحني تونسي يا ما عادش فيها ميل جيبسون باهي ميل جيبسون والا فتحي الهداوي تعرف فتحي الهداوي انا عملي كنت يعني انا اول وحده يعني صحت في المسلسل مايسترو من بعد لي ظروف ما نجمتش نجي نسوي اكثر حاجه ندمت عليها انه يعني كنت اتمنى نقف قدام فتحي الهداوي بالحق بربي تحيه فنان كبير نحبه برشا دوك عنا فتحي الهداوي والا عمرو دياب زيكم انتوما شكون أكيد عاملة في سامحني ما نقصد حد شيء ما نتفرج راجل عمره 56 سنة يعني أغزر له ستيله أغزر له بنه كان نشوفه هنا خاطر نشوفه ديما معناها في مصر يعني نفس البلايس يمشي لهم يعني نمشي يعني العباد الكل تمشي اللي من الدومين تمشي نفس البلايس كي تشوفه تقول عمره 30 عام ولا 33 عام أنا توا باش نعمل فيها شوية باش نعمل فيها شوية بسيكولوج وشوية علم نفس شنو هي مشكلتك؟ أنا لهنا استنتجت حاجة استنتجت حاجة في جوليا شويش اللي انت عشيقه تعرفش علاش على خاطر عمرك ما خليت واحد مرتين بدينا تبدل جديد يا رابح جديد يا رابح ليه والله لي اما فما ولا واحد شد روحه ولا واحد شد روحه مرتين معناتها تو اي تري اكتيف سور انستغرام تحس روحك بلوغوز ولا لا لا والله مانيش انفلونسوز ولا با فريمون ولكن ملي مشيت للخليج يعني غاديكا ولا عندي ايجنت دونك غاديكا سي مش كيما في تونس وكيما في مصر بعدي يعني كل شيء منظم دونك صححت مع لايف ستايل جولف ومش نكذب عليك معناها كي لقيت على حكايه دخل لي برشا فلوس دونك قلت واي نوت ولكن مانيش يعني فريمون بلوغوز ومش كي مكرسه روحي حياتي كل قاعده نهبط في الفيديو جزء معناتها اي فوالا جيني كي تجيني حاجه بوست معناتها اما بخلاف لي بوست نتاع الخدمه تو في دي بوست بور تي بور تي فان تي فولوور اي اي اكزاكتومون مي هذوك نكون خالص عليهم فلوس مش نعمل فيهم لله يعني سي توجور ان غران بليزير كو دو تو ريسيفوار ان شاء الله بوكو سوكسي الفيلم نتاعك مع قيس شقير لمشاريعك القادمه وحياتك المهنيه بوكو دو سوكسي مادموازيل جوليا شواشي